كما أكد النائب عمرو درويش أن ما حدث في المؤتمر الصحفي على هامش قمة المناخ أمس دليل دامغ على محاولات البعض الضغط على الدولة، موضحا أن هذا الأمر غير مقبول ودليل واضح على أن هناك أحداث تحاول التدخل في الشأن الداخلي المصري. القضاء المصري حر ومستقل وغير مسيس. اللي بيحصل من الأمم المتحدة ده شيء مرفوض شكلا وموضوعا. التوجه اللي كان واضح جدا انه ضد الدولة المصرية بحد ذاتها، ان احنا نستدعي عائلة مجرم يحاكم على جرائم لا علاقة لها بالعمل السياسي، دي جرائم جنائية. ويمكن احنا شفنا المدخلات بتاعته وشفنا البوستات اللي نشرها قبل كده على صفحاته الخاصة، كل دي بتقول ان هذا الرجل هو مجرم يحاكم امام القضاء المصري. وانا عايز اقول حاجة مهمة جدا، لا اعتقد ان مثل هؤلاء يستطيعوا ان هم يعقدوا مثل هذه المؤتمرات في دول اوروبية يتحدثوا بالانتقاد او باستدعاء اي حد على الجيش او الشرطة في هذه الدول أو حتى المواطنين في هذه الدول. هناك موقف ضد الدولة المصرية وضد وموجه بشكل كبير، احنا بنشوف تقاريرهم، لكن امبارح ظهر بشكل يعني علني بشكل واضح جدا انحيازهم ضد الدولة المصرية. واعتقد ان ما فيش مواطن مصري يعني هيقبل بهذا بأي حال من الأحوال، بغض النظر اذا كان نائب في البرلمان او مواطن عادي. ردود الافعال داخل مصر في الحقيقة حاجة تشرف جدا، الشعب المصري شعب واعي فاهم كويس جدا. اللي حصل امبارح ده في الحقيقة هو أكبر دليل أيضاً على إن الدعوات الهدامة مش هتبقى ليها قبول لدى الشارع المصري. صحيح. أنت النهاردة بتتكلم على أسرة سجين معين، طب ما تتكلموا على كل السجناء. ما عندنا لجنة العفو الرئاسي تقدر إن هي تتقدم إليها وتشوف هل ينطبق عليه القواعد الخاصة بالعفو الرئاسي ولا لا. مسألة الضغط على الدولة المصرية، أنا عايز أقول حاجة برضو مهمة، هناك جيل في مصر هيتعامل بنفس الندية التي يتعاملون بها معنا. احنا لن نقبل بأي حال من الأحوال هذا السلوك المشين والأسلوب البذيء الذي ينتج